قال المستشار سامح الشريف إن هناك عددا من التوصيات التي تم طرحها في الجلسة، من بينها إعادة هيكلة قطاع الأعمال والقطاعات الحكومية وشبه الحكومية. أضاف الشريف أن الجلسة ناقشت أيضا استخدام الأصول غير المستغلة من أجل السير نحو النمو الاقتصادي. كان أهم التوصيات بالنسبة لي من وجهة نظرنا كاقتصاديين، يعني إن إحنا إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام والحكومية والشبه الحكومية ده موضوع مهم جدا، وخاصة إن إحنا يعني سوابق بيع الشركات وأصول الشركات قطاع الأعمال العام والحكومية والشبه الحكومية دي كانت ب40 و50% من قيمتها لم تقيم بالمعايير الدولية المطلوبة، وفي المقابل كان ممكن نعمل طرق تانية زي سكها، زي أديها للمستثمر كحق انتفاع بمشاركة الدولة بعقود إيجار طويلة الأمد، أيا كانت الصورة، بس في الأول وفي الآخر الشركات دي كبيرة وأصولها قوية فنقدر نستفيد بيها.